لها دنك نحيفة ومعصعصة ومحدش هيبص عليكي. الله عليك. هو بتقول لك جبت من الاخر. تمام. بتقول ايه؟ محتاجة اتخن ما بتخنش. تمام. طب بقول لك انا على شوية حاجات كده. بص، هو في البداية بالنسبة لموضوع النحافة وفاقد الوزن، موضوع من صغرنا ولا يعني احنا مولودين جسمنا نحيف؟ يعني مثلا انا مولود جسمي كده، انتي مولودة مثلا جسمك بنفس الشكل ولا الفترة الأخيرة بدأ ينحف؟ ما انا مولودة رفيعة، انا رفيعة كده من زمان صح؟ لا ما كنتش رفيعة والله، كنت تخينة شوية بس حسيت ايه يعني ممكن النحافة اللي حصلت فينا دي كان في مشاكل معينة كانت سبب في النحافة اللي موجودة عندنا؟ مش عارفة بصراحة، يعني ممكن تكون المشاكل بيبقى ليها سبب في الرفع والحساسين وكده. طب خليني انا اقول لك انا كل الحاجات علشان انت هتتعبيني معاكي، فانا هقول لك كل حاجة واريح دماغي. في البداية مثلا لما حد بيجي لي في العيادة، دكتور انا عايز ازيد في الوزن، مش بقول له يلا خد الروشتة وامشي، لا، اول حاجة لابد ان احنا نعرف ما هو سبب النحافة اللي موجودة عندنا، لان قد تكون النحافة بسبب الانيميا، الانيميا سبب في النحافة وفقد الوزن، ممكن تكون النحافة بسبب اديدان في الامعاء، اديدان في الامعاء سبب في النحافة وفقد الوزن، ممكن النحافة ممكن ايضا تكون بسبب مشاكل في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية ما بيبقى فيها فرط، الغدة دي بتبقى موجودة في الرقبة هنا كده، بتفرز هرمون اسمه هرمون السيروكسين، لما بيفرز هذا الهرمون بشكل كبير جدا بتبقى دفعة قوية جدا ان احنا يحدث لينا حرق لكل الاكل اللي احنا بناكله، فبالتالي اما الجسم بتاعنا بيحرق كل الاكل اللي احنا بناكله فتلقائيا ما بنستفيدش منه. قد يكون هناك مشاكل نفسية أيضا تبقى سبب في النحافة وفقد الوزن، قد يكون مرض السكري سبب في النحافة وفقد الوزن، قد يكون ممكن يكون عمل. قد إيه؟ ممكن يكون عمل عادي. ممكن يكون عمل عادي، مين اللي عامل لك عمل؟ قولي لي عرفيني عشان أروح أكسر دماغه. ولاد الحرام كتير والله، والله مش بهزر. حد يكون عامل لك عمل؟ لا حقيقي بجد، انا ما كنتش كده يعني، انا كنت ما باكل كان بيبان عليا وكنت بتخن. عايز اعرفك حاجه، لكن دلوقتي حتى اذا كان تحاليل ولا انيميا والكلام ده كله، انا الانيميا عندي يعني تمام، مفيش اي حاجه يعني، حتى كنت باخد فيتامينات وباخد حاجات لدرجه ان الانيميا عندي يعني ايه اللي حصل لها زادت نسبة الأنيميا يعني زادت قوي. المهم الأنيميا يعني بقت عالية قوي قوي قوي، ما هي لو عالية قوي ده مرض، الأنيميا دي مرض، لو عالية قوي بقت وحشة، لا الهيموجلوبين زاد قوي قصدك يعني، وعلى نسبة الهيموجلوبين عندنا، لكن لو الأنيميا عالية قوي قوي يعني أنا مريض قوي قوي قوي. ركزي في الكلام أنت بتقوليه. كملي، عشان انا هطلع العمل اللي وكنت باكل كويس، وكنت باخد حاجات اللي هي تفتح نفسي للاكل ان هي تخليني اكل. وما فيش لدرجة لبن بودرة بتاع الاطفال خدته. طب بصي يعني انتي استعملتي كل حاجة، بصي الحمد لله رب العالمين، انت محظوظه. الاول لازم تبقى انت عارفه ان دلوقتي محظوظه، دي النقطه الاولانيه لازم تدركيها، ان انت معايا دلوقتي. خلينا مش عارف هي هتكمل لوحدها، هتكمل ولا مش هتكمل الاول بتاع دي، هتكمل ولا هيفصل لوحده؟ لا لسه هيكمل. تمام. اولا انت محظوظه لانك انت قاعده مع شخصيه دلوقتي، شخصيه عامه، شخصيه هتديكي معلومات انت هتسمعيها لاول مره في حياتك. انت بتقولي استعملت كل الادويه. استعملت كل الادويه، كان عندنا انيميا وعالجنا الانيميا، كان عندنا مشاكل معينه وكانت مسببه لنا الانيميا وعالجنا كل هذه المشاكل وما عندناش اي مشاكل معينه حاليا. عارفه انت المشكله موجوده فين دلوقتي عندك؟ موجوده في العمل اللي موجود في دماغك، مش العمل اللي انت بتفكر، العمل اللي والله صحيح. خلي طب قالني صدقيني افهميني بقى، الكلام اللي انا بقوله لك ده مهم جدا، خافهمك لو قدرت تفهمي. يعني اما الشخص بيعتقد في شيء ما ان هو حصل له تلقائيا
الاعتقاد ممكن يفعل اشياء تضرنا. يعني ايه مثلا؟ انت دلوقتي بتقول انا عملت، انا ما عنديش اي حاجه. لا، انت المشكله عندك في حاجه، في الضغط النفسي اللي موجود عندك كنتيجه للتفكير ببعض الامور. عشان كده مثلا وليكن بعد ما نعمل هذه التحاليل واحده، اللي انا بس عايز اقوله لك بشكل بسيط كده، احنا عايزين نتخلص. بقول لك لو هكتب لك روشته، هكتب لك فيها كلمتين، هكتب لك فيها ممنوع العصبية، ما تسمحيش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموتي في النهاية، أنت اللي هتدنك نحيفة ومعصعصة ومحدش هيبص عليكي. هو بتقول لك جبت من الآخر. تمام.